الحب لله حق حبه ولا كل نعمة إلا من عنده. والصلاة والسلام على المصطفى خير الكلام وكفى. اللهم يسر أمورنا وشرح صدورنا ونور قلوبنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وذكرنا وعبادتنا واجعلنا من المقبولين عندك يا رب الأرباب. ويا من إذا دعي استجاب أدركنا يا ربي بليلة القدر واجعلنا ممن يقيمها ويصومها وممن يذكر الله فيها ويتبتل وينكسر إليك. فإنك عند القلوب المنكسرة اجعل هذه الساعة ساعة إجابة واجعلها ساعة إجابة. اجعل فينا ولا منا ولا معنا شقي ولا محروم. آمين آمين يا رب العالمين. نجد زرنا مع سلسلة بناء البيت السعيد. نحن حين نتكلم على بناء البيت السعيد نتكلم على التعامل بين الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل. الرجل تخصو يتقي الله في المرأة ديالو والمرأة تخصها تتقي الله في الرجل ديالها. والرسول صلى الله عليه وسلم وقف قدام الكعبة وخاطبها وقال لها ما أعظمك وأعظم حرمتك وإن حرمة المؤمن عند الله أعظم منك. الكعبة المرايا ديال البشر اللي تيجيو يحجوا ليها وتيقول لها وتيدعيو وتيدعيو لها بالعظمة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لها ما أعظمك والعظمة ديالها تنجم في كون الله أسرى طير الأبابيل باش غادي تصد أمرها اللي بغا يهدمها. وماشي هي عبارة على أحجار وإنما هي الرمز ديال التوجه ديال المسلمين من عهد آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة بزقا لقول الله عز وجل فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجهكم شطرا. ما العظمة ديال الكعبة؟ فإن حرمة المؤمن عند الله أعظم من الكعبة. فحيث استحنى الرجل المرأة وأنها أعظم حرمة من الكعبة والمرأة تستحضر أن الرجل هو أعظم حرمة من الكعبة ويزيد على هذه الشهادة أن بينهما واحد ميثاق سماه الله عز وجل ميثاق غليظ. فقال في وحدة الكتاب وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ونجيو القرآن ونشوفوا سورة البقرة وصورة الطلاق وصورة النساء كل حاجة تتعلق بالعلاقة الزوجية إلا وتخصها الله عز وجل بالتقوى. والمعنى ديال التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد لليوم الرحيم. غادي تولي تتقي الله الرجل في المرأة ديالك والمرأة تتقي الله في الرجل ديالها. وغادي تبنى عندنا في بيت السعيد نزيدوا ليه المعرفة ديال الوسائل اللي هي احنا الان تنقولوها انه واخا نديروا مئات درس بل نمشيو العمر ديالنا كله وحنا تنتكلموا على العلاقه الزوجيه الا ما كانش عندها التقوى اللي محل ديالها القلب واللي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا. انا ما غادي نديروا حتى شي حاجه من هذا الكلام ولا ما غادي نقولوا حتى شي حاجه وغادي يبقى كلام لا يتجاوز الاذان بل غادي يكون كلام بحال الكلام ديال المائدة ينتهي عندما ترفع تنتهي الفائدة عندما ترفع المائدة. فلهذا احنا في هذا الشهر وخصصناها بالدروس هذا في هذا الشهر لأن فيه الشهر تتحقق التقوى بزاق لقوله تعالى في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فالآن احنا في دورة ربانية تكوينية على التقوى باش يجعلنا الله عز وجل احنا نديروا المجهود ديالنا الشهر ليكتب الله من المتقين دارا معنا العمر كله. وإلا تحقق التقوى غادي نجحوا في هاد التوجيهات. إلا ما تحققش التقوى غادي نكونوا تنقيموا الحجة على راسنا وتنطبق عندنا قول الله عز وجل ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما أنزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فصحبة لأصحاب السعير. فاليوم
عندنا الى تكلمنا على انواع الحب والاعمال ديال الحب وكيف التعبير بالهديه والتعبير بالفم والتعبير بالعمل والتعبير بالاخلاص والتعبير بالاحترام وشمال انواع عشره ديال التعبير عن الحب، ما غادي يكون هذا الحب هذا عنده اي معنى واي وجود واي اساس الا ما تمش الاشباع ديال الشهوه ديالك الرجل والنسيب ديالك المراه. وغادي يكون من المستحيل باش نحققوا هذا الاشباع هذا والراجل تيجهل الحقيقه ديال المراه والمراه تجهل الحقيقه ديال الراجل، وبالتالي غادي نكونوا ساكتين على هذه الحقيقه هذه وما تنقولوهاش في باب ان حشومه تكلموا عليها والناس غادي يضحكوا علينا، وبالتالي تيبقى الصغير والمتوسط والكبير سكت على هذا الشيء هذا، بل تيدفع على هذا السكوت هذا باش نمشيو نرتكبوا الحرام. تيفتحنا الشيطان لعنه الله، بل تيسهلنا الشيطان لعنه الله الباب ديال الحرام وحنايا في اطار الحنا ساكتين على هذا الشيء هذا. انا نعطيكم مثال، ولكن داير واحد الدوره حول العلاقات او لقاءات المتزوجين فواحد البلاد من البلدان كانوا حوالي النساء والرجال بحال هذا الشيء اللي حوالينا دابا هنايا والطبقه الفرديه النساء. ومن بعد ذلك عطيتهم الكلمه باش يعبروا، كلهم قال لك سيدي هذا الشيء كنسكت عليه وحنا ما تنتكلموش فيه وهذا الشيء اللي حنايا تيخصنا نتكلموا فيه ونبينوا نعبروا. كما نقرب لكم بحال شي دوره بحال واحد السيد ما دور الدوره ديالو في ثلاثه الليل وقال له غير طيبين هذا الطعام. سي بون واش طعام في ثلاثه الليل وشو فيك ما سميتش وخلي حتى لا دابا طعام طيبين طعام وما سميتش في واحد الاقامه. هذا الشيء قال لي قال لي ناضت مسكينة دارت لي الخاطر طيبة صبعة قال لي وقع الجيران كلهم يجيو ياكلوا اودي واش ثلاثة الليل قال لك ليك تبقى عليهم استاجبت بقات جو تيجاو كلهم شدوا لي ديك القصعة وطحنوها الله ودي قصوا الجوع وساكتين عليه كاع الليلة هذيك كاع كلها عبروا على راسهم معنا الناس ناعسين جيعانين ناعسين هكا اللي تيكون في هذه العلاقات اللي تنتكلموا عليها الجنسية كلشي تيتشكى وكلشي ساكت عليها وحتى واحد ما بغى يتكلم وبقات القضية هكاك وإبليس على الله خدام الخدمة ديالو في الوسائل الإعلامية. فلهذا الشريعة الإسلامية خصنا نتكلموا. أنا نقرب لكم هذه المسألة هذه ديال اختلاف الطبع ديال المرأة والرجل في العلاقات الجنسية بالماكلة. بحال هاش الماكلة ديال الرجل ماشي بحال ماكلة المرأة مختلفين. المرأة تيخصها تاكل بشوية هادشي تنهضرو على الاغلبيه ما تنهضروش على الحاله اللي استثنائيه شويه وتضرب شويه لان الانوثه تدعي على هادشي. الراجل تصوير يمكن اللي كيدير واحد الشق هنا واحد الشق هنايا ويبداو بالزربه. الا جا الراجل والمراه غير هما راس في راس غادي ياكلوا في واحد الاناء اشنو غادي يدرى؟ المراه حتى هي ما غادي تاكل الا حيت جيعانه والراجل ما غادي ياكل الا حيت جيعان. واحد غادي ياكل بجوج الا ما راعاش الراجل الجانب ديال المراه جا سطولها غادي ياكل داكشي ويتقرع ويجي يقول لها ديري لنا شي برادتين وعاد له مسكينه زيد برادتين وهي مسكينه بالجوع. هذا الا ما عندهاش الجرأه باش تقول لها سيدي راه ديتي حقك وحقي. هذا في المجال ديال المعده، ارنا في المجال ديال العلاقه الجنسيه ديال الشهوه هادشي اللي تنصيب الراجل تيتمتع والمراه ما تتمتعش. ونقول لكم ان كاين رجال اللي تزوجوا بعيالات وولدوا ولاد وماتوا وما والمراه ما تتمتعش ولو بليله وحده في العلاقه ديالها الجنسيه وما قدرش باش تعبر على هذا الشيء هذا ومشات لعند الله عز وجل حتى يخلف فيها الله اذا كانت من الصالحات غدا يوم القيامه. فلهذا علاش حنا ما نذوقوش هذا الداء اللي في الدنيا في الظلال ديال الشريعه الاسلاميه وعاد غدا يوم القيامه ان شاء الله يعطينا عاون الحظ ديالنا ونكونوا في الجنه العليا اللي هي جنه الفردوس. هذه نقطة اللي تصنفوا لي هذا وهادشي كله مقدمات. المقدمة الأخيرة هي وحنا تنتكلموا عن العلاقات الجنسية خاصكم تحيدوا من الدماغ ديالكم ما شاهدتموه في الأفلام وفي هاد الشهادات ديال الميوعة في إما في الإنترنت وإما في الإذاعات الفضائية القنوات الفضائية. علاش؟ لأن الكفار اللي دايرين هادشي والكفار نجس والكفار ما عندهمش هذيك السكه اللي غادي فيها خرجوا على السكه وما يمكنش الكفار يكونوا اساسيه ديالنا حنايا. وعمر الله عز وجل ما جعل الولايه ديالك فعلة
بل المسلم هو اللي تيخصو يكون استاذ لهاد الاجناس كاع كلها، حتى قال الله عز وجل وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس، على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فحيدوا من الدماغ ديالكم هاد الشيء هذا، هذاك الشيء اللي كتشوفوا ديال الكفار عندك واحد على مليار كاين اللي تكون داك الشيء صحيح عندهم. هذه نقطه اخرى. وفي هاد الشيء هذا ديال الكفار نعطي واحد القاعده عامه، لان دابا حنا تندخلوا لواحد الموضوع خطير كيف تكلموا فيه، اش الكلمه اللي نقولوا، اش الكلمه اللي ما نقولوش، كيفاش نعبروا، وحنايا في هذا الشهر المبارك وفي هذا المكان المبارك مع الناس المباركين كيفاش غادي نديروا؟ هذا الشيء حاجه صعيبه. لهذا تختاروا الكلام اللي هو سيكون عام وانت تفصل في الدماغ ديالك وراك غتفهم. ان الله عز وجل دار من الوسائل ديال الدا الفم، والوسائل ديال الدا اليد. اليد حيت تلمس معنى الا مسات شي حاجه حرشه تتاثر، الا مسات شي حاجه وليد تتبان، الا مسات امراه تتمشي تبان الشهوات تبايا. فلهذا حرم على الاسلام باش نصافحوا النساء الاخريات. غادي يقول لك شي واحد وهذوك الناس اللي كانوا قدام كانت النفس ديالهم قويه بزاف ولا شي، اما حنا تنتلقى مع بعض في الراجل ما تتحركوش، هذاك حاله مرضيه عندك. اما الحاله الصحيه هي حيت تشوف الانثى تتحرك، والانثى حيت تشوف تتحرك. فلذا الاسلام نهاك وقال لك لان يغرس في راس احدكم بمخياطه من حديد حتى يسيل دما خير له من ان تمس يده يد امراه لا تحل له. شي خطره في كاينه باش يخلينا الاسلام حنا نقيه مزيان. فاليد مكان للدا هو، والفم مكان للدا. هاد الفم هذا اللي مكان للدا ما نمشيوش مع الغرب، علينا ان نصونه من اماكن النجاسه. إذا كانت راسها نجسة الفم ديالي تخصني نحصو، لأن الفم ديالي أنا مسلم تيذكر الله عز وجل، وتيخرج كلام الله، وتيخرج الذكر، وتيكون تندير السواك. والملائكة كاين اللي دير فم الملاك في الفم ديال هذاك المؤمن. فلهذا تخصني نزو عن الأماكن النجسة، وما نمشيش نقلب ونتأذى بهذوك الكفار اللي هما مشاو في هذا الإطار هذا. فهذوك نجاس، تيكون النجاسة الشراب والخنزير والفضايح كلها، وحتى الأعمال ديالهم نجسة، وتيعتقدوا ويوهموا الناس الآخرين راه لدة، راه ما كاين لا لدة لا والو. هذه كلها مقدمات باش ندخل في الموضوع بعد سماع الأذان إن شاء الله. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا هذا هو الشهادة ديال الاعتراف.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وإخوانه وحزبه. حية الهداية القرآنية لجنات الأسرة، لجنات الأسرة والتربية، جمعية الهداية القرآنية خميطرة، شهادة اعتراف، يعترف مكتب جمعية الهداية القرآنية بالرضا بأن السيد أو السيدة قد حضر الدورة التكوينية الرمضانية لسنة 1427 هجرية الموافق 2006 ميلادية تحت شعار قوله تعالى: ولاياته أن خلق لكم من أنفسكم وأزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، والمنعقدة بالمقر المركزي للجمعية. فلهذا اللي هما حضروا الدروس هذه وغادي يزيدوا دروس اخرين غادي يتصلوا بيا شخصيا باش ندير السميه ديالهم والكنية ديالهم. وبالنسبة للمبيدات راه كاينة وحدة تمايا عضوة في الجمعية حتى هي غادي تكتب السميات ديال الحاضرات باش نشوفوا العدد اللي غادي يطبعوا ديال هاد الشواهد هادي انهم حضروا في هاد الدورة التكوينية في هاد الشهر المبارك، باش غادي تكون ان شاء الله واحد الحافز، واحد الدافع لنا، واحد التحسين للحالة ديالنا، واحد النموذج على الصعيد المغربي كاع كله. هادشي ما كاينش عندنا، ما عندنا لا مدارس ولا معاهد ولا حتى شي حاجة في هاد الإطار هذا. فغادي تكون هاد المدينة المباركة اللي هي مدينة القرآن غادي يخرج هاد الخير هذا باش يعمل إن شاء الله في جميع البلدان الأخرى. فنبدأ بالعنصر الأول الاختلاف، وهنا الموضوع ديالنا هو الفرق بين الرجل والمرأة في المتعة. الفرق بين الرجل والمرأة في المتعة كاين فرق. الفرق هذا إلى مرأة علاج غادي يكون عندنا الحياة الزوجية نكد، وخا يشري الرجل للمرأة شحال ما شرى عليها الحوايج، وخا تكون عايشة شحال ما عايشة في البطخ ديال كل شيء، ما كاينش هاد الشيء هذا، غتكون الحياة ديالنا ما مكانش. فلهذا عندنا هنايا خمسة ديال المحاور. المحور الأول الاختلاف بين الزوجين في التعبير عن الحب، والعنصر الثاني بتعلم الحب تحفظ البيوت من الهدم، والعنصر الثالث اختلاف الأجناس بين الرجل والمرأة، وبالنسبة العنصر الرابع من أسباب التنافر بين الزوجين، والعنصر الأخير الارتواء من الشهوات. فنبدأ بالله التوفيق بالعنصر الأول اللي هو الاختلاف بين الرجل والمرأة في التعبير عن الحب، وشناها في الحصة اللي فات وفي الحصص اللي قبل، ولكن دابا غادي نتأكدوا ونركزوا. تيقول الله عز وجل في سورة الذاريات: وهو يتحدث لنا عن قانون الزوجية، وبكل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. وتقول سبحانه وتعالى في سورة الليل: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. فالقانون ديال الزوجية سيقتضي اختلاف ديال الزوجين، لأن ما يمكنش يكونوا جوج ونسميو زوجية. بحال اللي تنقولوا الحق والغطايا ديالو، الحق ماشي هو الغطايا، والحق والغطايا ديالو تيكون لنا كله واحد العبا. فلهذا هاد الزوجية هادي تنفهموا بها الاختلاف والتكامل، ماشي الاختلاف ديال الطلب، الاختلاف ديال التكامل. لهذا سيدنا ربي سبحانه وتعالى بغا يبين لنا المسألة هادي واحد الصورة، ونعطيكم واحد الساروت باش تفهموا القسم في القرآن. الكثير من المفسرين حتى يجيو لسو صورة سيرجعوا المفسرين وغادي يسيبوا هاد الشتا، ولكن الحقيقة ماشي هي هادي. تيصيبوا قسم في القرآن قسم به الله عز وجل، تيقول لك: أقسم الله بالليل لعظمته. لا، لم يقسم الله بالشيء لعظمته، وإلا هناك أعظم مما أقسم الله به كان الأولى أن يقسم به إن كان يتعلق بعظمته. فحيث قال والليل إذا يغشى كاين الهوى، الهوى في القرآن كان احنا في سيدنا ربي سبحانه وتعالى، ولو كان الهوى الموتو يعني الأكسجين الموتو. حلف الله وأي قسم داروا لنا الله تما في القرآن وجمع منه المقسم باش يقول لنا الله عز وجل بواحد الحالة محسوسة اللي هي تنشوفها، لواحد الحالة معنوية مختلفين فيها وما تنشوفوهاش، باش يحسبوا الخلاف، لأن بالمثال يطلع المقال.
فلهذا عندنا خلاف ما بين الرجل والمرأة، ما بين الذكر والأنثى، لدرجة حتى نظر العيانات ودار مؤسسات ومنظمات قال لك المساواة مع الرجل، وهذا خطأ جانا من الغرب. نقول المساواة حتى يكونوا الطرفين متساويين كيف كيف، وضربنا واحد الطرف على الاخر تنقولوا المساواة. اما والحالة ان المرأة عندها تكوين ديالها خاص والرجل عنده تكوين ديالو خاص، اش غادي تساوي المرأة مع الرجل والرجل مع المرأة؟ وانما المرأة والرجل تتكاملوا فيما بينهم. الدليل على ذلك القسم الذي اقسم الله به في هذه الصورة، فقال والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى. فهناك ليل وهناك نهار، ولا يمكن ان نستغني بالليل عن النهار، رغم ان المغنية تغني غير على الليل وما تغنيش على النهار. ما عمرنا شي مغنية تقول يا نهار يا نهار، ياك تقول يا ليل يا ليل. بل حتى العارفين بالله لا يجدون راحة الا في الليل، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. رغم كل هذا فاننا لا يمكننا ان نستغني بالليل عن النهار. النهار عنده حتى هو مواصفات وعنده دور ديالو، لهذا الليل والنهار بجوجهم سيكون لنا اليوم. وهكذا هذا هو الحلو باش الله باش ياكد لنا هكذا بالنسبه للذكر والانثى في الانسان. ما يمكنش نستغنيو بالذكر على الانثى، ولا الانثى على الذكر، ولا المراه تبغي تولي راجل، ولا الراجل يبغي يولي امراه. والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن داك الشيء وقال لعن الله المترجلات من النساء والمخلثين من الرجال، بل الرجل تخص يحافظ على الرجوله ديالو والمراه تخص تحافظ على الانوثه ديالها. اما ندير واحد الضفر طويل وترفق المسكه ونكرط اللحيه وندير القصه، المراه اخرى هذه تخصك الراجل الرجوله ديالك هي في الحروشيه. المراه تحس بالراحه والاطمئنان في الميول حيت تشوفك حرج، والرجل يحس بالراحة والاطمئنان في المرأة حيث يشوفها لينة. وهكذا الليونة في المرأة والخشونة في الرجل يكونان لنا الجنس البشري. من هنا تفهم المسألة ديال هذا الاختلاف هذا. وخلق الله عز وجل الذكر والأنثى من بني البشر، وجعل كل واحد منهم خصائص نفسية داخل وعضوية برا، تتختلف كل من الرجل على المرأة ومن المرأة على الرجل. لاش باش يكمل كل واحد الآخر، وخا كاين الصفات تتشابه ولكن تتختلف في الخصائص والممارسات. الرجل عنده شهوة، المرأة عندها شهوة، ولكن شهوة المرأة ليست هي شهوة الرجل، مختلفين. فلهذا كاين صفة متفقين فيها الاصل، ولكن تختلفوا في الخصائص والممارسات. الممارسه ديال الشهوه عند المراه ماشي هي بحالها عند الرجل، والجهد ديال الرجل ديال الممارسه ديال الشهوه عند المراه تيظلها. داكشي ما نستغربوش علاش الرجال حتى يدعي المراه ديالو تيقول ليها انا بغيت نتمتع بك وهي تتهرب، لان كتشوف راسها هو اللي تيتمتع وهي محرومه، ما تتبرز ما تزيد تعذب. اما في الحاله ديال تسكن طبيعيه تسكن طبيعيه حتى ينوض الراجل تيتمتع وهي تتبقى حتى تتلحق لواحد الدرجه، وبعد ذلك تيتمتع هو وتيبقى هي. لا هي بقات على الحاله ديالها الطبيعيه ولا هي تمتعات، بل زاد ليها داك الشيء مرض نفساني وما قداش تعبر وما صارش الاذان الصاغيه وحتى الى تكلمات تتخاف المجتمع اللي هو تربى على واحد التربيه خاويه وخاسره ومنحرفه ومخالفه الشريعه الاسلاميه عندها كيحكوا فيها الناس. فمثلا الحب والاحتياج للاخر في كل منهما موجود عند الرجل وعند المراه، المراه محتاجه للرجل والرجل محتاج للمراه، ولكن كيفاش غادي يعبر كل واحد فيهم عن الحب؟ هذا امر تيختلف في كل جنس، وكذلك كل منهم تيحتاج للاخر. المراه ما يمكنهاش تستغنى براسها على الرجل، والرجل كذلك محتاج للاخر لاجل المتعه الجنسيه. ولكن كل واحد عنده الطريقه ديالو والاحاسيس ديالو باش غادي يوصل للاشباع والارتواء. هذا هو الاختلاف ما بين الرجل والمراه. نجيو للنقطه الثانيه بالتعلم ديال الحب. تتحطم البيوت بالهدي. اذا كان هذا الموضوع هذا اللي تتكلموا عليه دابا في الاختلاف ديال العلاقه الجنسيه ما بين الرجل والمراه من المواضيع الشائكه في المجتمع المسلم، إلا أن الجهل بها أش أدنا ورثنا واحد البيوت ديال النساء فيها شقاق، فيها نفور،
تنتج على هذا الشيء هذا ان توقف الانسان يضحك قدام هذا المشهد هذا اللي تيجي على الراجل تيولي عينيه ما بقاش تعبر ليه المراه تيخصو يخرج للسلخه والمراه مسكينه تتمشي تذب الحال ديالها وتتمشي تصبر على الحال ديالها وتتغسل ربي الوليدات ديالها وصافي تحرمات وتقول هذا الشيء لعبد الله وهذا هو القدر ديالي. الراجل الامر قدامه هذا عرس وشحال ديال النفقه وشحال ديال كل شيء وكذا كذا ما بقاش تعبر ليه العين ولا خرج للسلخه ولا الشيطان على مباراه يزين ليه. قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. وما عز وجل قال انما ذلكم الشيطان هذا تيزين وتيبين يزين لهم الشيطان اعماله. تذكر لكم واش غادي يدير اللهم شوف واخا الشوف ما تيبرد الشوف لا رد بال واحد القضيه خطيره راه تيخصك تعرف اشنو هو الشوف الخطر ديال الانسان. حيت قال لي ربي سبحانه وتعالى في سوره الطور قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم. وقال للعيال تعاود بعد ذلك وقل للمؤمنات يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. الايات اش علاش؟ اش سيدي ربي انا ما تخلينيش نشوف ونتمتع بهذا الكرم ديال سيدي ربي شوف هذه المراه كي دايره وهذه 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 انا ما نبقيش انا ولا بغيت نشوف فيها خطر عليك بحال جايه. انا نقرب لك مساله بحال واحد الطوموبيله اللي عندك واحد الفويت في البدري الفويت في البدري معناهاش شي حاجه تسبب ليك ديال الضوء في الوقت فاش بغيتي تنور الطوموبيلات ديال ليها اماج البدري خاوي وبالتالي غتحسد. فلهذا هذا الفويت هو العينين. في الوقت فاش تبقى تشوف المحرمات يصيبك الله بالبرود الجنسي وتولي العينين توقف قدامك وتلقاو في لابلاج وما تتحركليش هو لان وقع عليك ذاك الفويت وليتي ما تديرش امارش. لهذا تدوز على شي ابيكو تصيب عنده بزاف ديال الطويات ديال العلاقه الجنسيه وكيفاش تحرك الشهوه وهالكينات وهالدواء وكذا وكذا على هذا الشيء هذا عقاب من الله عز وجل. قال لك سيدي ربي غض البصر ديالك بان لك واحد المراه ايه في الجمال غض البصر ديالك فسيعوضك الله بحلاوه تجدها في قلبك. اما اذا بقيتي تمشي في النظر غادي تجي واحد الحسره اللي عندك. فلهذا هنا رد البال في هذه المساله. فهنايا تيمشي الراجل وتيبقى يشوف وساكت لا هو غادي يعبر ولا المراه غادي تعبر وتتبدا العلاقه الزوجيه تدوم وتبدا الراجل تيهضر للخارج والمراه تتهضر بالنصيب ديالها وتتشغل بالاطفال ديالها. لهذا كان لزاما باش ندخلوا هذا الباب هذا وحنايا تنعلموا اننا فيه كاننا تنمشيو على الشوك ولكنه حوار لا بد منه باش نعرفوه للازواج باش غادي يحفظ لنا البيوت المسلمه من الهدم والسقوط. نجيو للمحور الثاني اختلاف الاحساس ديال الجنسي ما بين الرجل والمراه. الله سبحانه وتعالى الخالق ديالنا دار في كل جنس ذكر وانثى حب وميل للجنس الاخر حتى ولا كل واحد من الرجل ولا المراه تيتشهى الاخر وتيتمنى باش يتلاقى معاه وفقا للسنه ديال الله عز وجل في الطبيعه كان لابد باش غادي يختلفوا الجنسين في الطبائع ديالهم خاصه في الطبيعه ديال الشهوه الجنسيه. فالشهوه ديال الرجل بالطبيعه ديال الوظيفه ديالو تتميز بالشهوه الجارحه الجريئه حتى انه تيمشي هو يقلب على المراه وتيدقق في الطبائع ديالها المختلفه وحتى يهتدي الشريكه المناسبه ليه والذوق ديالو تيزداد اقترابا منها وتيزداد النشاط ديال الهرمون ديالو في المخ وتتشد الشهوه ديالو والرغبه ديالو في هذيك المراه. والاحساس الجنسي عند الرجل تيختلف عليه عند المراه وتيتجلى هذا الاختلاف هذا في كون الرجل سريع بالطبيعه ديالو. بمعنى شنو سريع؟ بمعنى انه يستطع باش غادي ينجز العمليه الجنسيه خلال واحد الدقائق معينه صافي وتيقول لك الحمد لله انا ما بقاش عندي مشكل انا بردت الشهوه ديالي. هذه طبيعه الرجل واحد الدقائق صافي اختبار او اقل من ذلك. بينما تيختلف الامر عند المراه ها المشكله فين تتوقع تتحتاج المراه لواحد الوقت كافي عاد باش توصل للاحساس الجنسي المشابه للمتعة ديال الرجل. فإلا بغينا باش نرسمو مثلا هاد الشيء هذا بحال اللي تنديرو عند الأطباء وتنديرو في الرياضيات واحد ما يسمى بالرسم البياني واحد لاكون.
تنصيبو عند الراجل تطلع فيه مره وتنطفي مره صافي تحركت الشهوه وبدات قضاء الجنس ديالو صافي المراه بق غادي شويه بمعنى انك انت قبل ما تخلي الشهوه ديالك الجنسيه تخصك تخلي المراه حتى تحل هي بعد الشهوه بحال غادي نقولوا انت عندك واحد السياره فيها 240 في الساعه والمراه عندك واحد السياره فيها غير 90 في الساعه اش تدير تنقص انت من هذيك السرعه اللي عندك باش غادي تمشاو بجوج باش ما يوقعش واحد النفور اما الى سرعتي المراه مازال ما فيهاش هي وبالتالي تنتهي العلاقه الجنسيه ما بينك وبينها وتمتعتي انت وفرحتي وهي بقات مسكينه في واحد الحاله اللي ما قدرتش تعبر عليها وحنايا تخصنا نعبر عليها لا باش نبينوا وتخص المراه مع الراجل يكونوا صرحاء في هذا الشيء هذا تقول لي راجلي انا ما تمتعت والو هكا تقولها لان سهول لي كثير من النساء عبر الانترنت في السؤال الفتاوى ديال الانسان اونلاين وتقول لي انا ها اش ندير بعد ما تيقدر الراجل ديالي الشهوة تقول لي حرام داك الشيء تدير وتسكي تكوني صريحة مع الراجل ديالك وتقول لي انا مازال ما خديت الشهوة ديالي والطبيعة ديالي الجنسية تختلف عليك انت الراجل الطبيعة ديالك الجنسية فلهذا ما تسيرش انت وتقضي الغرض ديالك وتكون انانية المرأة تتمشي ببطء ثم تستقط واحد البلاصة تبقى واقفة عاد تتهبط عاود ببطء فين هذا الرعي وهذا الشعور هذا ديال المراه باش ما يديناش المساله للفساد في المجتمع نجيو للمحور الرابع من اسباب تنافر ما بين الزوجين نجيو لواحد من العارفين بالله اللي جمع عليه الله عز وجل ما بين العلم والتربيه والعلم بالمعنى اللي فيه التربيه لان دابا ولا عندنا العلم في جهه بين قوسين ما تنسلوش علم والتربيه في جهه بمعنى العلم والتربيه معنى انه تيقول لي كلام ولكن ما تيدير لك والو اما عند السلف الصالح تيقول واحد الحاجه وتطبقها هو بمعنى انك ما تتكلمش لو بغيت تتكلم دابا في الحياه الزوجيه تيخصني نتكلم فيها حتى نكون انا ناجح وتشجع عليا المراه ديالي ونقول لكم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي فيا غدا ان شاء الله غادي ندير واحد المفاجاه في هذا الاطار هذا وغادي نتكلموا على هذا البلاد البيت السعيد هذا باش نبينوا هذه المساله العالمه شكون هذا العارف بالله اللي عطاه الله هذه الشهاده ديال الجمع ما بين القول والفعل هو الامام الغزالي ابو حامد الغزالي رحمه الله عليه عنده واحد الكتاب استفدوا منه العلماء عبر الظهور وعبر العصور وباقي دابا تيستفدوا به ولا زالوا سيستفيدون منه هو احياء علوم الدين تيقول في هذا الكتاب هذا الى قدر الرجل الوتر ديالو ويتمهل على الاهل ديالو حتى تقضي هي ايضا كذلك النهار ديالها فان انزالها ربما يتاخر فتهيج شهواتها وبعد ذلك غادي تتم الهدايه ديالها هي بعد ما انت تمتعتي والاختلاف في الطبع ديال الانزال تيوجب تنافر كل ما كان الزوج تيسبق هو في تمتع المراه والتوافق فوق ديال التمتع سيكون ألد عند المرأة باش تيشتغل الراجل بنفسه وتشتغل المرأة بنفسها وسيكون كل واحد تحصل وتولي حتى هي المرأة تترغب علاش عيالات دابا حيت نقلبوا على شي مرات نقلبوا على الجسد ديالهم علاش عيالات دابا ما تيبغوش يتزينوا لرجالهم علاش؟ تقول لك اش غادي نزين انا غادي نزين الراجل باش يتمتع هو ومن بعد ذلك نبقى انا مغددة ونبقى في واحد القمة ديال سميتو لا انا قضيت الشهوة ديالي لا لا اللهم نبقى انا الريحة ديال البصلة ومشعكك وكل شيء ومن بعد شفتي لا شفتي يا رب مني لانه هو ما عرفش الطبيعة ديالي وما عطانيش حقي اما لو كان كتعطيني حقي غادي تزين ليه بل انا غادي نمشي نحرص باش نلبس احسن الالبسة باش غادي نغريه كيما هو كاين في الفساد انا غادي نكون في الاثار ديال الكلام شي نتيجة شكرا الجهل ديال الرجال ولات عيالات تتعطيك هي البديل تتقول لك انا شنو غادي تزين انا هي لان شحال من الناس تتكلموا على التزيين ولكن المراه ما قدرتش تعبر تقول لك السياسي فلان ها اللي كتقول لنا دابا المراه تزين وتزين وتزين اش غادي تزين انا نزيد انا الطيب لا نزيد انا مشكل اخرى اللهم خليني الله يرحم والدي انا هكا ونقابل وليد الزياني حتى نلقى الله عز وجل فلهذا هذه المساله هذه تدفعنا المحور الخامس والاخير اللي هو الارتواء من الشهوة الارتواء من الشهوة الشهوة اللي خلقها الله عز وجل في الإنسان سواء كان ذكر الأنثى تحتاج لارتواء
ماشي معنى ان غير الانسان يمارس ويكملش الممارسه ديالو، لا، الارتواء والشباب باش غادي يخرج الرجل هو مغمض عينيه. علاش؟ تيقول لك في المثل الدارجي لا تعرض على شبعان يعانيك، لا تعرض على شبعان يعانيك. الانسان شبعان واخا تيدوز الزنقه وتيصيب لك انواع ديال المال اللي بقى الفيروس والماكل والمشارب وداك الشيء هذاك، وهاديك عاد داير داكشي شبعان. هكا اللي تخص يكون في العلاقه الجنسيه اللي هي دار صدر بامتحان. فاش خص يكون الارتواء والشباب من قبل المراه ومن قبل الرجل. لو كان كان الشباع عند المراه ما تخرجش مزينه للزنقه، غادي تختار واحد اللباس عادي باش تخرج فيه للزنقه كما كانوا الصحابيات رضي الله عنهم. والراجل كذلك غادي يخواو القهاوي ما بقى باش غادي يحدث له شي حاجه لان شبعان وغيولي من الخدمه للدار، وهادشي اللي كان في الاصل. والدار هي الاصل والمراه هي السكن والدار هي السكن. فلهذا كيخصنا نحققوا هذا الارتواء والشبع وباش غادي نحققوا المراه تعرف طبيعه الرجل والرجل يعرف طبيعه المراه. لذلك شرع الله عز وجل الزواج وحبب هذا الشيء هذا وزينوا لكل من الرجل والمراه. لاش؟ للحفاظ على النوع البشري والبناء البشريه، وجعل هذا الشيء هذا هذا الامر هذا عميق في النفوس وحباب هذا النفس هذه. ولكن حيت كان الانسان مستخلف في هذه الارض هذه وكرم الله عز وجل جعل هذا اللقاء هذا ما بين الرجل والمراه وهذه المتعه هذه دارها سيدي ربي في حدود المشروع من خلال مؤسسه ديال الزواج. انا نعطيكم مثال ديال شوف فين بالغاز بين هنا في المغرب ما تهضروش على دول اخرى، فين بالغاز بين البويوعه حيت ما كاينش ذاك الشبع في هذه العلاقات الجنسيه. كاينين الناس من هذوك اصحاب الملايير تيتلاقاو عائلات في واحد الفيلا من الفيلات وتتعرف دابا السيارات كلهم تيتحلوا دابا بالتليكوموند، فاذا به حتى يجيو يدخلوا الرجل ومرتو تيحطوا السواس ديال الطوموبيله في الباز اللي كان في باب ديال الفيلا، كلشي تيحطوا في الباز تيدخلوا تيشطحوا تيرتحوا تيسكروا تينحرفوا وبعد باش يفجعوا على راسو وتيخرجوا. شكون اللي غيهز السواس؟ المراه هي اللي تهز السواس، حيت تهز السواس ما عرفاش تضغط على هذاك البطوله تيشعل ليها السيريال ديال الطوموبيله، الطوموبيله اللي يشعل ليها السيريال تتمشي ليها، وهذيك المنحوسه اللي ما عندها زهر هي اللي تيجيها السواس ديال راجلها، هذيك راه ما عندها زهر. علاش هادشي هذا؟ لان الراجل ما مشاش في طريق الشريعه الاسلاميه وبالتالي تيقلب. واش هاد العمليه اللي داروا غادي تحقق لهم الشباع والارتواء؟ لا، غادي يبقى هكاك حتى يمشي لعند الله عز وجل وتيتزاد تيغرق، لان عمر المعصيه ما تتحققناش هذاك المسائل الفطريه اللي دارها سيدي ربي. لهذا دار سيدي ربي الزواج وغلف هذا الشيء هذا هذه المؤسسه ديال الزواج واحد الاطار من الحياه سيقام الانسان على الدرجه ديال البهيميه الحيوانيه المرتبه الانسانيه. والشهوه الجنسيه واحد النوع، شنو هي الشهوه الجنسيه؟ شنو هي؟ حنا نقولوا الجنس شنو هو؟ واحد النوع من الشوق الشديد للمراه للرجل والرجل للمراه. اش يدير؟ تينتج معاه واحد السلسله من التغيرات في كل جزء من الاجزاء ديال البدن. البدن ديال الرجل تيتحرك، البدن ديال المراه تتحرك. فإلا اشتاق الرجل للمراه واشتاقت المراه للرجل تتولي الدقات ديال القلب تضرب بزاف. هادشي هذا الشهوه كتتم بالتحليل البيولوجي ديالها، بمعنى الدقات ديال القلب تتولي تضرب بزاف، تيرتفع الضغط ديال الدم، تيتزاد الاندفاع ديال الدم في الاعضاء الجنسيه عند المراه وعند الرجل. هكا فاش تتم العلاقه. داكشي علاش الانسان قال لك غض البصر ديالك ولكن شوف المراه ديالك والمراه ديالك تشوف في الراجل ديالها. هكا وهذا تينتج حدث المراه باجزاء معينه. هنا علاش نقول لك الناس معينه هذه خصوص فيها المارس في تنصيب في تيدافع الدم عند المراه كاين الرياء التصيبي. تمشي لاجزاء معينه عند المراه من الجسم ديالها اللي تيختلف على الرجل باختلاف ديال الشكل ديال المراه على الرجل. هنا واجب باش نعرفوا الرياء ان الرجل تنصيب العالم شكون هي الغويز عند المراه اللي تتحرك فيها الشيء هذا، والمارس متعرفه شكون هي الغويز عند الرجل. ويكون الصراحه حتى المرحله مثلا انا نقول لكم انا عندي ناس مثلا هنا مثلا مثلا هذا كاين ناس اللي عندنا تيجي نشوف واحد من الناس بس ما
I'm sorry.